هذه الفيديوهات الصغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نجحت حيات في تعليم سياقة السيارات بطريقة مميزة للنساء فقط بمساعدة زوجها المختص في تعليم خاص للدراجات النارية. في 2018 بديت في اليوتيوب ومن بعدك موراها اللي بديت في الانستغرام وفي تيك توك وفي الفيسبوك بديتهم كامل، والاسم قناة تاعي تعليم السياقة حياة، نحط دي فيديو نوري لهم لي بيدال، ندير مونتاج نوري لهم لي بيدال كيفاش يستعملوهم الفولون، نعطيو لهم نصائح، نعاودو نديرو مراجعة تاع قانون المرور. وكاين من تبعوني من داخل الوطن ومن خارج الوطن، من ولاية تاعنا ومن ولاية وحدوخرين، ويعيطوا لي في التليفون من ولاية وحدوخرين بفضل ربي سبحانه بفضل الفيديوهات، ولا غير راهم يخرجوا يسوقوا. يعني راهم يقصدون الناس يعني من كل ولايات الوطن، من الصوف يعني اللي مقيمين في العاصمه يقدروا يتحصلوا على رخصه سياقه، واللي مقيمين خارج العاصمه رايحين يديروا ساعات احترافيه. طريقه عرفت اقبالا واسعا حتى من كل ولايات الوطن، فاغلب المترشحات وجدنا في التعليم عبر الشاشات الرقميه ومواقع التواصل الاجتماعي استيعابا اكبر. شفت لي فيديو تاعها كانت تعلم ايتترا، عجبتني لا فاصون اللي كانت تعلم بها. جي يو مون بيرمي اون 2017 مي في كو ما كانش عندي فواتور ما كنتش نسوق، الو حبيت ندير دي سيونس دو بيرفيكسيونمون. انا شفتها في لي ريزو سوسيو، دونك لي فيديو تاعها اشاك فاي يخرجوا لي تاع كيفاش توري كسوسوا مع لي كانديدا ولا كي توري دي كو هكذايا، دونك اتيراوني وجم ميم لي كومونتير جو الناس كامل شكرتها. زوجان استطاعا في وقت وجيز استقطاب الكثير، المساهمة في ترسيخ ثقافة المرورية والمبادئ الصحيحة للسياقة باستغلال التكنولوجيا والرقمنة. الثانية شفت عندي دورة هنا على اليسار، حبيت ندور ندير إشارة تاعي على بالي بلي ما كانش بلاكات منعني بالدبران، ولا نشوف دائما فقط في الفيزور تاعي.